سعر الجنيه قصاد الدولار، وانا شخصيا فرحان جدا يعني. طبعا انا فرحان. عايز اعرف من حضرتك ليه. شوف، هو بشكل علمي واقتصادي المسألة ان احنا قدامنا في الحالة الاقتصادية في مرض وفي عرض. الاعراض وارد جدا النهاردة انه نتيجة انه في ركود تضخمي، فحصل حالة من كساد في الاسعار في الاسواق، وبالتالي قلت نسبة الصادرات. احنا كنا بنستورد بحوالي فوق 85 او 90 مليار دولار، احنا دلوقتي واصلين لحوالي 65 او 70، يعني فيها 20 مليار قلوا كطلب من الدولار على السوق. ده واحد. اتنين، طبعا معظم صادراتنا او غالبية منها من اللي كانت بتيجي كسلع من الصين، والصين في مرحلة اجازة سنوية، ده جزء تاني مش مهم لكن ده جزء يعني. نمر التلاتة عشان نقرب المسألة ببساطة، انه ما اعلننا عليه سابقا قبل تحرير سعر الصرف اللي هو المصريين بيسموه التعويم، ان احنا قلنا يجب ان يكون التعويم او تحرير سعر الصرف مضار مش مطلق، وهو ما يتم الان. وساعتها لو يتذكر بعض اللي شاهدوا بعض اللقاءات لينا، قلنا بعد ما نصل ل 25 مليار احتياطي نستطيع ان احنا نحرر سعر الصرف ونخليه مضار. مضار يعني البنك المركزي متحكم في عملية ده بيعمل تآكل في سعر في الاحتياطي بنسب معينة، وده اللي قالوا مش هنعمله، اللي هو حاليا بيتعمل بعد العطى 6.5 مليار اللي تم كأذون خزانة بالدولار، وفي النهاردة تدخل من البنك المركزي بنسب أقل. بالإضافة إلى أنه النهاردة طبعا احنا سعدة جدا أنه يرتفع الجنيه، لكن الجنيه يرتفع، هل صادراتنا زادت بالقيمة؟ هل جاءت السياحة؟ هل نسبة المرور عليت في قناة الموارد اللي جايبها لي سعر بالدولار هي اللي تخلي تقول انه الجنيه علي لان جات لي موارد بالدولار؟ انما اذا كان الاحتياط بتاعي عبارة عن ودائع وقروض تمام، ونسبة قليلة جدا اللي موجودة فيه من صافي الناتج القومي المصري، وبالتالي بأي سبب حتى اذا كان هو علي نتيجة الجنيه علي نتيجة لآليات السوق اللي هي حاجة من الاتنين، هو مخزن قيمة، الجنيه مخزن قيمة، إذا المخزن بتاعه امتلأ بواردات من العملة الخارجية من سواء السياحة، سواء من المرور في غاز السويس، سواء من تحويلات المصريين في الخارج، سواء من الصادرات، سواء من المنتجات، سواء من أي حاجة من الناتج القومي، هيبقى هكون سعيد جدا وهو ده الصح. الظاهرة نفسيا تمام جيدة، هل نستطيع إن احنا نستغل هذه الظاهرة؟ بتحدث في الاقتصاد في كل اقتصاد العالم، انك انت لغايه النهارده انت ما عملتش، احنا قلنا تحرير سعر الصرف كله مساوئ الا حاجتين اتنين يعتبروا مزايا، اما صادراتك تزيد واما استثمارات جذب الاستثمارات الخارجيه للداخل تزيد، دول الحالتين الوحيدتين في تحرير سعر الصرف اللي تفيد البلد. انا لا قادر اجيب زياده في الاستثمارات ومحدش يقول لي كلام ملهوش اي لازمه، لانك لا عندك قانون استثمار، حتى بقالك سنتين بتطلع في قانون الاستثمار في الاخر وديته الفتوى والتشريع بترجعه من 115 ماده في 23 ماده فيهم عوار، وبالتالي هيجي لك الاستثمار لا في قانون استثمار ولا في لائحه تنفيذيه ولا في قانون عمل ولا في قانون الدخول والخروج، كله اي نعم في المجلس لكن ما تمش، والبطء في الاقتصاد كارثه. اتنين، انت لم تؤدي الى زياده الناتج القومي المحلي تمام من سواء زراعه او انتاج زراعي او صناعه او سياحه، وبالتالي ده المرض بتاع العمله، اذا لم تقترب من ده فتبقى ظاهره مؤقته، خاصه وان التضخم تجاوز، انا كنت مقدر انه يوصل 25%، للاسف حتى تقديري ده طلع قليل، وصل ل 31% او 30.8، وده هو سرطان الاقتصاد، وبالتالي هذه ظاهره مؤقته تمام، نتمنى انها تستدين، نتمنى ان يبقى في تدخل سريع بالقوانين اللي تبقى جاذبه للاستثمار اللي هي بنقول عليها البنيه الاساسيه التشريعيه لتهيئه مناخ الاستثمار والقطاع الخاص. هذا لم نقترب منه حتى الان، وده سر من اسرار التغيير او التعديل الوزاري اللي تم، وتم في المجموعه اللي المفترض انها خدت الموافقه على او هي ابدت رايها للقياده السياسيه في هذه القرارات الاقتصاديه اللي احنا نفذناها، واصبح اللي كانوا مؤمنين بها بره التشكيل فبنضخ دماء جديده لعل وعسى. هل سيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مره اخرى؟ لو استمر الاقتصاد ما فيهوش اسئله او لا، لو استمر المربعين ايدينا وما طلعتش القوانين التي تشجع الاستثمار
سواء على رأسهم قانون الاستثمار وقانون العمل وقانون الإفلاس وقانون وتعديل قانون المناصر الاحتكارية وقانون حماية المستهلك، الثمان قوانين اللي دايما بنتكلم فيهم، إذا ما طلعوش آه طبعا هيرتفع الدولار وهيرتفع وهيتجاوز ال 20 جنيه. السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المفترض إن السعر العادل واللي بلغ بيه صندوق النقد الدولي كان يتوازن بين 13-13.5 لو كانت هناك إرادة ورؤية وخطوات جادة، لأنك تملك في مصر حقيقة تملك عناصر الإنتاج، يتبقى أنك أنت في مصر ما عندكش، عندك كل الأشياء اللي تعمل بيها وجبة جيدة ولكن ما عندكش الشيف أو الطباخ الجيد، مجموعة الطباخين أو الشيفات اللي موجودين بيبوظوا الأكل اللي موجود.